سيف الدين وعبد الملك فنانان تشكيليان من ولاية أم البواقي أبدعت أناملهما في صناعة ورسم أجمل التحف، معتمدين في ذلك على الخشب المسترجع من الغابات ليحول جذوع الأشجار إلى تحف تزين البيوت والمحلات. تصفي فن الخشب والنحت والنقش الخشب على جميع أنواع الخشب الصلب واللين هنا في ولاية أم البواقي. رانا مختصين ثاني في التحف الصغيرة والتحف اللي رانا خدمناها جديدة إن شاء الله، اللي هي أرموبيل سوفاج ناتيرال، اللي نجمع الخشب من الغابات ومن ريسيكلاج تقريبا ونحولوه إلى عدة تحف فنية جميلة للبيوت. مواهب سيف الدين وعبد الملك كثيرة ومتعددة، لعل من أبرزها إبداعهما في الخط العربي الأصيل ليشكل تحفا تسر الناظرين بالمزاوجة بين الحبر والقلم على صفائح من خشب. نطلب من سيادة الوالي والمسؤولين الصناعة التقليدية أن يعطونا الدعم ويعطونا محل تجاري نقدر نمارسو فيه الإنتاج تاعنا هذا والفن تاعنا، وماذا بينا نبينوه خارج الولاية أم البواقي، ونتمنى من المسؤولين هذو يقدروا يعاونونا باش نقريو حتى الأطفال والأولاد هذو سما باش يمارسوا النشاط هذا. ورسالة للسلطات منهم ما بينهم السلطة الأولى اللي هو الوالي والي ولاية أم البواقي، نتمنوا يدعموا الفنانين والحرفيين هنا في ولاية أم البواقي ويمدوا لهم فرصة باش يعملوا ويخدموا في التحسين الحضاري بما يسمح به القانون. سيف الدين وعبد الملك موهبتان فنيتان يستحقان الدعم والتشجيع من قبل السلطات الوصية بما يدفع بهما للمزيد من الإبداع.